نقمتم علينا في العطية فاسمعوا فما القول إلا ما وعته الأسامع ألم تعلموا أني أجود بمهجتي ومالي جميعا دونكم وأدافع بني العم إني في بلاد دنية قليل وداها شرها متتابع وليس بها مال يقوم ببعضها وساكنها عريان غرثان جائع سلوا الناس عنها تعرفوا ما جهلتم من أخبارها خير الرجال المطالع الإمام الهادي ابن الحسين الرسي معتذرا لبني عمومته في الحجاز عن قلة ما كان يرسله لهم من أموال الغنائم التي غنمها من اليمنيين الفقراء في اليمن قاد الصراع على السلطة إلى ظهور حركات وفرق إسلامية عدة فمن الخوارج إلى الشيعة الذين انقسموا إلى شيعة إثنا عشرية وإسماعيلية وزيدية والزيدية في البدء كانت تنسب لزيد بن علي الذي خرج على هشام بن عبد الملك سنة 122 للهجرة ولكنه قتل ولم يكن له مذهب محدد وأصبح كل من يخرج من العلويين يطلق عليه زيديا إلا أنه سرعان ما انقسمت الزيدية إلى فرق عدة أبرزها الصالحية والبترية والجارودية وهي أخطرها كانت الصالحية أقرب إلى فكر زيد فقالت بالشورى وأن الإمامة للأصلح وأقرت بخلافة من سبقوا عليا وإن كانت تعتقد بأن عليا الأفضل ولهذا قالت بإمامة المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل أما الجارودية فتنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر المتوفي سنة 160 للهجرة وكان في أول أمره من أتباع جعفر الصادق لكنه فارقه وتبع زيدا ثم قال بأن الإمامة بالنص وليس بالشورى وأنها محصورة في البطنين وهما ذرية الحسن والحسين لمن خرج منهم شاهرا سيفه وهو أمر لم يقل به زيد ويعد أبو الجارود أول من تبنى فكرة البطنين ولهذا سمي كل من قال بقوله جارودي أما بقية الشروط النص أو الخروج فقد شاركه آخر من فرق الشيعة استهوت هذه الفكرة بعض العلويين الطامحين للسلطة ويعد يحيى بن الحسين ابن القاسم الرسي الملقب بالإمام الهادي أول من تبنى هذه النظرية وسعى ليقيم عليها دولته وقد نسب المذهب الذي جاء به إليه فقيل المذهب الهادوي وإن كان هو وأتباعه يسمون أنفسهم زيدية كان القاسم بن إبراهيم الرسي جد الهادي ابن الحسين أحد الطامحين لاستعادة ما يراه من حق إلهي لأسرته ولكن العباسيين ضيقوا عليه وبعد فشل ثورة أخيه محمد بن إبراهيم عام 200 للهجرة ظل متخفيا في خراسان ثم غادرها واستقر بجبل الرس في المدينة المنورة وقد نشأ حفيده يحيى بن الحسين في هذا البيت المتطلع إلى الإمامة ولعلهم رأوا فيه طموحا وتطلعا فسموه بالإمام وتلقب بالهادي إلى الحق وهو لا يزال بالمدينة وبدأ يرسم خططه لاستعادة الحكم من بني العباس الذين كان يكفرهم صراحة فذهب في البدء إلى طبرستان علّه يجد هناك أنصاراً لدعوته لكنه وجد أحد أبناء عمومته قد سبقه إلى هناك وأعلن نفسه إماماً فاكتفى بإقامة علاقات مع شخصيات طبرية مشهورة ليكونوا سنداً له عندما تحين فرصة أخرى بعد عودته إلى المدينة بدأ يفكر باليمن فهي أرض جبلية وبعيدة عن مركز الخلافة ولدى أهلها تذمر من الدولة العباسية كما أن هناك بذور تشيع في بعض القبائل اليمنية منذ عهد إبراهيم الجزار وحزم أمره وقدم إلى اليمن لأول مرة سنة 280 للهجرة حيث وصل إلى الشرفة من بلاد نهم وعرض على القبائل دعوته وطلب منهم نصرته لكنه لم يجد منهم الاستجابة التي كان يؤملها فعاد يجر أذيال الخيبة إلى مقره بالرس ليعود إلى اليمن مرة أخرى بعد 4 سنوات أي سنة 284
ولكن هذه المرة إلى صعدة برفقة وفد من بني سعد بن سعد بن خولان وبني فطيمة من سحار خولان الذين أعربوا له عن استعدادهم لنصرته، وكان هدفهم في الحقيقة النكاية بأعدائهم الأكيليين سادة بني ربيعة من خولان صعدة أيضا، والذين ظلوا على ولائهم للعباسيين تماما كما فعل أسلافهم قبل أكثر من 80 سنة مع إبراهيم الجزار. وقد استغل الهادي هذه الفرصة وبدأ بمراسلة القبائل وأعلن دعوته وطلبهم لنصرته، وبدأ بشن حروبه على كل من وقف ضد مشروعه، كما عمل على استدعاء جيش من الطبريين المرتزقة الذين أصبحوا عماد دعوته وجيشه، خاصة بعد أن يئس من بني عمومته العلويين في الحجاز لأنهم تقاعسوا عن نصرته، رغم أنه ظل يداريهم ويرسل لهم الأموال من الغنائم التي أخذها من اليمنيين الفقراء المسلمين ويعتذر لهم عن قلة المحصول، لأن اليمن بلد فقير، لكنه يمنيهم إذا وقفوا معه أنهم سيأخذوا غنائم العراق والشام وكل العالم الإسلامي، حيث قال مخاطبا إياهم ومتحسرا لعدم مشاركتهم إياه هم الإمامة: نفى النوم عن عيني هم مضاجع، وخطب جليل فهو للنوم مانع، وأرقني ألا صديق ولا أخ يشاركني فيما تحن الأضالع. ثم يصف الحالة التي وصل إليها العلويون في حين فيقول: وآل رسول الله قد شغلتهم عيون وأموال لهم ومزارع، وحقد وإحياء الضغائن بينهم ولم يجمعوا فيه، وقل التطاوع، ولم يطلبوا إرث النبوة بالقنا، ولم يمنعوه والرماح شوارع، أرى حقهم مستودعا عند غيرهم، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ثم يستثير فيهم الحمية ويمنيهم بملك عظيم إذا ما وقفوا معه وناصروه: هلموا إلى ما يورث الفخر والسنة، فما عز قوم أمرهم متنازع، فلو عضبتني عصبة طالبية لها شيم محمودة ودسايع، إذا ملكوا الدنيا وذل عدوهم ولم ير في روضاتهم وهو راتع. هكذا كان يخاطب بني عمومته العلويين معترفا لهم بحقيقة هدفه الذي يقاتل من أجله، وهو إقامة ملك دنيوي يتملكوا فيه العالم ويتحكموا بمصيره، في حين كان خطابه للمغرر بهم من اليمنيين باسم الدين ونصرة الإسلام وإقامة العدل ورفع مظالم العباسيين. ولهذا تعامل بقسوة وعنف مع كل من عارضه أو حتى من وقف على الحياد، إذ كان يستبيح أموالهم ودماءهم، وكان يعمد إلى قطع أشجارهم ومزارعهم، وحين كان يسأل عن ذلك كان يقول: لقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم أشجار يهود بني النضير. وكان يقدم نفسه للناس بمنزلة النبي. قال مؤلف سيرته وقائد جيشه علي بن محمد بن عبيد الله العباسي: سمعته ما لا أحصيه إذا اجتمع عنده الناس يقول: والله لو أطعتموني لا فقدتم من رسول الله إلا شخصه. خاض الهادي عشرات المعارك مع الخارجين عليه والرافضين لحكمه من آل يعفر وآل طريف حلفاء آل يعفر، ومع الخارجين عليه في بلاد صعدة، ومع بني عبد المدان وبني الحارث في نجران، ومع آل الدعام الأرحبيين في بلاد حاشد. وظلت حروبه مع الخارجين عليه سجالا وعينه على دخول صنعاء، حتى تمكن من دخولها بحيلة دبرها أبو العتاهية عبد الله بن بشر ابن الروية المدحجي عامل آل يعفر على صنعاء. وقد فوجئ أهالي صنعاء به وهو يخطب في الجامع فتظاهروا ضده، وكانوا يصيحون: لا نريد العلوي يدخل بلادنا. فاضطر للخروج منها بعد أيام فقط من دخوله إليها، وغادر إلى كوكبان، فتبعه آل طريف وآل يعفر، وظلوا يطاردونه حتى عاد إلى صعدة. وحين وصله مدد من الطبريين ومن الحجاز
عاد مرة أخرى إلى صنعاء عام 288 للهجرة، لكن الأمر لم يستتب له، وخاض اليمنيون معه معارك شرسة، وقدموا تضحيات كبيرة، وقتلوا وأسروا من أتباعه الكثير، بما فيهم ابنه المرتضى الذي ظل في السجن في بيت بوس حتى أطلقه الأمير أسعد بن يعفر عام 291 للهجرة، وكان لأسر ابنه الأثر الكبير على نفسيته وازدياد حقده ونقمته على اليمنيين. ثم ظهر الزعيم اليمني علي بن الفضل بانتصاراته الكبيرة في معظم أنحاء اليمن ليقضي على ما تبقى من حلمه، فيعود حسيرا مكسورا لينزوي في منطقة نائية في صعدة، بعد أن كان يطمح ليس فقط بحكم اليمن وإنما بحكم العالم الإسلامي، إذ لم تكن اليمن في مشروعه سوى محطة وقاعدة انطلاق لغزو العالم الإسلامي وإسقاط خلفاء بني العباس. مات الهادي سنة 298 للهجرة، ولكنه كان قد وضع بذور حركة عنصرية تكفيرية متطرفة ظل أتباعها من أبنائه وذريته وبني عمومته يتواصون بها حتى اليوم. كان الهادي يبحث عن ملك دنيوي، كما عبر عن ذلك بقصيدته لأبناء عمومته من العلويين. وقد نجد لمثل هذا السعي أشباه ونظائر عند كل البشر، لكن المشكلة مع يحيى بن الحسين الرسي أنه جعل من طموحه الدنيوي هذا وشبقه للسلطة والثروة عقيدة وأصلا من أصول الدين، وثمنا بزعمه لرسالة نبي الإسلام الذي زعم أنه حفيده ووريثه، ولهذا كفر كل من عارضه أو حتى لم يحارب معه. لقد كان قبل مقدمه إلى اليمن يكفر خلفاء بني العباس ولا يترك فرصة إلا وأكد على هذا التكفير. فحين سأله أحد أتباعه عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهل المقصود المشركين أم اليهود والنصارى؟ قال: إن غيرهم أولى بهذه الآية منهم، ويقصد بني العباس الذي قال إنهم أضر على دين محمد عليه السلام من أولئك الكفرة الطغاة. والذين يلونكم فهم حسب قوله الذين بينكم ومعكم ممن يدعي الإسلام وهو كافر بالله ذي الجلال والإكرام، كاذب فيما يدعيه، ثابت من الكفر فيما هو عليه من جبابرة الظالمين وفراعنة العاصين الذين قتلوا الدين وخالفوا رب العالمين وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانتهكوا محارمه ولم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا بنهيه عن نهيه وحاربوه آناء الليل وأطراف النهار، فراعنة ملاعين، جورة متكبرون، لا يحكمون بكتاب الله ولا يقيمون شيئا من شرائع دين الله، إلى آخر تلك الأوصاف، ولم يترك سبة ولا شتيمة إلا وألصقها فيهم. بل كان تكفيره يشمل كل من تولى أو عارض ولاية علي وذريته منذ وفاة النبي وإلى يوم القيامة. فزعم أن من أنكر أن يكون عليا أولى الناس بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة فقد رد كتاب الله ذي الجلال والطول وأبطل قول رب العالمين، فخالف في ذلك ما نطق به الكتاب المبين، وأخرج هارون من أمر موسى كله، وكذب رسول الله في قوله، وأبطل ما حكم به في أموير المؤمنين. فلا بد أن يكون من كذب بهذين المعنيين في دين الله فاجرا وعند جميع المسلمين كافرا. هكذا قال، وهو تكفير للأمة كلها باستثناء الشيعة. وفي نص آخر يتهم من لم يقل بإمامة علي بالنص وهم الصحابة وجمهور الأمة بالشرك، بناء على تأويلات متعسفة لبعض آيات القرآن الكريم الذي كان يزعم أنه وسلالته قرناء القرآن والمعنيين بتفسيره دون غيرهم من المسلمين. وأقواله في ذلك كثيرة وواضحة ومبثوثة في كتبه ورسائله المطبوعة. ولقد جاء إلى اليمن سنة 284 للهجرة بهذا الخطاب الجهادي التكفيري، مؤملا أن يلتف اليمنيون حوله
ليحققوا حلمه في استعادة حقه الإلهي المزعوم في الملك. وحين وجد تخاذلا بل ورفضا من اليمنيين أعلن الجهاد عليهم وتكفيرهم كحكام بني العباس. فإذا كان بني العباس ظالمين لأخذهم السلطة عن أهلها، فإن من يواليهم من اليمنيين وغيرهم حكمه حكمهم. وفي هذا يقول الإمام الهادي: لا تجوز موالاة الظالمين لأحد من المؤمنين، وموالاتهم فهي مودتهم ومحبتهم، فمن أنطوى وأضمر محبة ظالم فقد خرج من دين الله وليس من المؤمنين بالله. ولا تجتمع معرفة الله ومحبته وموالاته مع موالاة أعداء الله ومحبتهم، لأن الله عدو الظالمين والظالمون أعداء لرب العالمين، ولن يجتمع ضدان معا في قلب مسلم. ومن يعود إلى سيرة الهادي التي كتبها ابن عمه وقائد جيشه سيجد أنها تمتلئ بأقوال الهادي ومعاونيه في تكفير معارضيه من اليمنيين. فهو إنما جاء إلى اليمن حسب قوله: من أجل جهاد أناس بدلوا الدين عنوة ودانوا بدين للكتاب مجانبي. إن تلكؤهم بل ورفضهم الانخراط تحت لواءه والقتال معه دليل فسقهم وكفرهم، حيث يقول: دعوت الناس كلهم لحق وأكثرهم عن التقوى يحيد، لأنهم على فسق توالوا ويتبع ذلك الكفر العنيد، فقلت لهم: ذروا كفرا وفسقا وخلوه، فقالوا: لا نريد. وقد كان يخاطبهم منذرا ومهددا: وقلت: ألحقنوا مني دماكم وإلا تحقنوها لا أبالي، ولست بمسرع في ذاك حتى إذا ما كفر كافرهم بدالي. وعلامة ظهور كفرهم هو معارضته وعدم الدخول في طاعته. ومثل ما كان يكفر من عارضه بشكل عام، فقد كان يكفر المعين أيضا، فردا أو أسرة أو قبيلة أو قرية، ممن يحاربه أو لم يدخل تحت طاعته. فقد ذكر راوي سيرته أنه خاطب ابن خلف أحد قادة اليمنيين الذين وقفوا ضد مشروع الهادي، قال له: على ما يقتتل الناس؟ ويلك، بيني وبينك ابرز إلي، فإن ظفرت بي أرحت مني الكافرين، وإن ظفرت بك أرحت منك المؤمنين. وهكذا تحدث عن قرية الهجر، وهي قرية في نجران، التي قال أنه عفى عنها ولكنها عادت للتمرد من جديد، فقال: قفرت لمن أخطأ وبين عذره، فأفسدهم عفوي فبعدا لمن كفر. فمنهم فريق في جهنم فلقت جماجمهم بالبيض في قرية الهجر. وعندما توسعت رقعة المعارضة للهادي كفر الأمة كلها، فقال: يا أمة الكفر الذين تجملوا بالصغر منهم طاعة الشيطان، رفضوا الهدى والحق ثم تعلقوا وتمسكوا بالظلم والعدوان، وعصوا بكفرهم الإله فأصبحوا متقلدين سلاسل النيران، وأتوا بكل عظيمة مجهولة نقضاً لآي منزل القرآن، فالفسق منهم ظاهر متبين والجور فيهم أفضل الأديان. وهذا الكفر الذي يتحدث عنه الهادي هو الكفر المخرج من الملة عنده، ولذا تعامل مع معارضيه كالكفار المحاربين من حيث استحلاله سفك دماءهم ونهب أموالهم ثم الحكم عليهم بالنار في الآخرة. ولهذا قال: حتى سمينا من قتله الظالمون منا شهيدا وحكمنا له بالوعد الذي وعد الله الشهداء، وسمينا من قتلنا نحن من الظلمة كافرا معتديا وحكمنا عليه باستحقاق الوعيد من العلي الأعلى. وأمام ضخامة هذا التراث التكفيري عند الهادي يستغرب المرء كيف حاول كثير من العلماء والباحثين قديما وحديثا حتى من غير الهادوية تبرئة الهادي والبحث عن أسباب أخرى لشيوع التكفير لدى الهادوية في اليمن، حيث زعموا أن المتأخرين من أئمة وعلماء الهادوية هم من تورطوا بالتكفير بسبب تأثرهم بتراث زيدية خراسان والديلم في إيران عندما تم نقله إلى اليمن، وهذا غير صحيح. فالحقائق التاريخية وكتب الهادوية أنفسهم تؤكد أن الهادي يحيى بن الحسين الرسي هو من وضع بذور التكفير ليس فقط في اليمن
وإنما لدى زيدية خراسان أيضا وليس العكس. وبالتالي فإن التكفير الذي وجد في الكتب التي انتقلت إلى اليمن بعد ذلك إنما كانت بضاعة الهادي ردت إلى أحفاده وأتباعه في اليمن. ودليلنا على ذلك ما ذكره أحد أئمتهم المعتبرين، وهو من يلقبونه الناطق بالحق، أبي طالب يحيى ابن الحسين ابن هارون الهاروني الحسني المتوفي عام 424 للهجرة، في كتابه الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، حيث تحدث المؤلف عن أبي عبد الله الحسني عن جده الذي التقى بالهادي في طبرستان قبل أن يكون إماما في اليمن، قال: وحملنا إليهم من منزلنا لحما نيئا ودجاجا وشيئا مما يصطبغ به من حصرا مغيرة، فتناولوا إلا اللحمان فإنها ردت إلينا كهيئتها، فسألنا الموالي عن سبب ردها فقالوا إنه أي الهادي يقول: بلغني أن الغالب على أهل هذا البلد التشبيه والجبر، فلم آمن أن يكون من ذبائحهم، فقد سمعت أن أهلنا بهذا البلد لا يتوقون ذبائحهم، ويقصد طبعا بالمشبهة والمجبرة أهل السنة الذين كان يكفرهم ويحرم حتى أكل ذبائحهم، مع أن القرآن أباح ذبائح أهل الكتاب، فما بالك بمسلمين يخالفونه في تأويلات بعض النصوص القرآنية. هذا في العقائد المجردة. أما في قضايا الحكم والسياسة وهي الأخطر، فقد كفر الأمة كلها كما تحدثنا قبل ذلك. ولهذا كان مقدم يحيى بن الحسين الرسي نذير شؤم على هذه البلاد، ولم يستقر لها حال منذ ظهور هذه النظرية وحتى اليوم. ورغم أن هناك عدد من الأسر العلوية قد جاءوا بعد الهادي منافسين وداعين لأنفسهم كالقاسم العياني والديلمي، وظل أولادهم ينافسون على الإمامة، إلا أن غالبية دعاة الإمامة كانوا من نسل الهادي، فمن إجمالي 73 إماما منهم 60 إماما من نسل الهادي. صحيح أنهم لم يحكموا إلا فترات متقطعة قليلة، لكنهم ظلوا متمردين يعارضون الدول اليمنية 764 عاما، ثم حين واتتهم الظروف لحكم اليمن عملوا على تمزيقه وتفتيت أواصره.